في ايه يا بوزو مالك على الصبح؟ عايزني اسافر معاكم. ايه ده بجد؟ الله، طب ايه المشكله؟ المشكله ان انا جايه هنا عشان اتعلم، وبعدين اهلي لو عرفوا ان انا بشتغل دي تبقى كارثه، وكمان هسافر بره اسكندريه. لا لا، كفايه احساسي بالذنب. طب بصي يا اخت رباب، اسمعي كلامي، هما يومين هنسافر ونرجع، وبعدين احنا مسافرين نشتغل مش مسافرين نهزر. ايوه بس ما فيش حد هيفهم كده. طب هو قال لك ايه؟ قال لي لو ما سافرتش معاك واسيب الشغل. ايه ده؟ لا طبعا. طب انت هتعملي ايه؟ ما تتكلمي معايا ليلى. لا يا ستي انا ماليش دعوه بصراحه، الراجل طول الوقت بيستحملنا وكده، عدى العيب وازح، يجي بقى شغل اقول له انا لا صعبه مش هقدر. ايوه بس انا مش عايزه اسيب الشغل. طب بقول لك ايه؟ بتسمعي كلامي، هما يومين هنسافر مصر ونرجع. انت شايفه كده؟ ايوه يلا نسافر يا مزه مصر بقى وكده. بقول لكم ايه؟ ايه؟ هو احنا كلنا هنسافر ولا ايه؟ الحكايه كده مش مستحمله على فكره. ايه ده؟ انت هتسافري انت كمان؟ اه اسمي نزل في السفر للمعرض، بس مش عارفه كده بصراحه. ولا كلمه، انت هتسافري معانا، وهو فرصه برضو تعيني الصنف القهراوي. طب والله لا انا مسافره، وعلى فكره بيقولوا كمان في اماكن سهر هناك تجنن، حتى الواحد يسيع شويه ويفك كده. يسيع كده ويفك؟ وحضرتك مسافره تشتغلي ولا تسيعي كده وتفكي؟ مسافره اشتغل طبعا وسيع. وسيع؟ والله البت دي شاريه دماغها. اه والله معاكي حق، يا ريت الواحد يتعلم منها شويه كده يطري دماغه.